كتب الشعر منذ الصغر وأصبح من أهم الشعراء في الساحة الشعرية الإماراتية، ولم يكتفي بذلك بل يعتبر الأحبابي واحد من أهم المرشدين في الإمارات. أمت بك وأحبك وأولع عليك يا غالي، قلبي يداري قلبك يا بهجتي وأمالي. تغنى بشعر العديد من الفنانين الإماراتيين، شارك في عدة مهرجانات شعرية في دولة الإمارات وخارجها، وشارك في العديد من الأمسيات والأسبوحات الشعرية داخل وخارج دولة الإمارات، وهو عضو في نخبة الشموخ الأدبية. تعدد في كتابة أغراض الشعر، وقريباً رح يصدر له أول ديوان شعري بعنوان شكراً للظروف. إذا تظل للقصيدة الإماراتية نكهتها الخاصة والاهتمام الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة في جانب الشعر والثقافة الأدبية هناك، للأمانة تسلط الأضواء بشكل كبير وبارز، وتبرز شعراء الإمارات بشكل يليق في مكانتهم الشعرية. معنا شاعر المميز دائما والجميل صياد الحبابي، كل الشكر على وجودك اليوم معنا وتلبيتك الدعوة ومنور استوديو عسيف، ويا هلا ومرحبا بك. الله يرحبك على فضله، والله يمسيكم بالخير ويمسي متابعينكم ومشاهدينكم. في بداية الكلام أبارك لكم العيد الوطني. الله يبارك، والله يديم أفراحكم يا رب، أفراحكم وأفراحنا. آمين. يا هلا فيك وحياك الله ونورتنا. ما راح أقول لك ديرتك الثاني، هذه ديرتك أكيد. نبي نتكلم عن سبب زيارتك للكويت. سبب زيارتي أنتو. هل محضر شيء حق الكويت أو كاتب شيء عن عيد الوطني أو عن الكويت بصورة يعني؟ والله شوف، أنا يعني كاتب قبل ولكن ما تحضرني حاليا، فأنا جاي من مهرجان للأمانة دايركت من المهرجان عليك عندنا. أيوة. واليوم بنستغل وجودك معنا. الله يسعدكم يا رب. أبرك الساعات وجودك اليوم معنا، وتعنيت لمشاهدين الاي تي في وبرنامج عسيف، كل شكر لك. خلنا نبدأ بقصيدة لصياد، شو اللي تحبه على قلبك وإحنا بنسمع؟ اللي أحبه على قلبي يقول اضحك وسولف وخلي البال رايق. أي نعم. والبشر لا تمتحنها بالحقيقة، لو يشوفون البشر بعض الحقائق ما نظرنا في صديق مع صديقة. أي نعم. القلوب اشتات لو أنهم رفايق، شوف جل الحال ولا تنظر دقيقة، من يبحث في خفا غيب الخلايق ما يلاقي غير شيء إنه ما يطيقه، ما حد ملزوم يبرز لك وثائق، ما حد ملزوم يبرز لك وثائق، الأناقة شفها ناس أنيقة، البشر أوجاع وظروف وشقايق، لا تغرك ضحكة السن وبريقة، كم ضحوك من عذاب الوقت ذايق، كم ضحوك من عذاب الوقت ذايق، أعوذ بالله من الشيطان، كم ضحوك من عذاب الوقت ذايق، وكم ضحوك قد نشف من الهم ريقة، لو تحس بالعمر بحساب الدقايق ما تلاقي للفرح حتى دقيقة. صح لسانك، صح لسانك. اليوم هل تجمعك علاقات قوية أو مقربة لك من الشعراء الكويتيين؟ أكيد أكيد، أغلبية شعراء الساحة هم إخوان مش أصدقاء، والله إخوان. أكثر علاقة مقربة تقدر تذكر لنا منه ولا ما تبي؟ أكثر علاقة مقربة هي مش مع شاعر، هي مع إعلامي. إعلامي؟ نعم، مع مستر بوح. أيه. أخ لم تلد هلم، والشعراء الباقين كلهم إخوان، ما بنذكر حد باسمه ولكن كلهم الأمانة ونعم فيهم وفيك. إذا بغينا نتكلم الآن عن الشعر في الإمارات ومنبر الشعر الإماراتي للأمانة من سنوات ماضية وهو بازدهار، والاهتمام موجه إلى شعراء الإمارات بشكل جيد، كيف ترى الآن المستوى الثقافي الشعري في الإمارات؟ المستوى عالي الحمد لله، الساحة ولادة والاهتمام من الجهات المعنية اهتمام قوي جدا. أكبر دليل شاعر المليون مهرجان الشارقة، وما زال مستمر مهرجان الشارقة في نسخته 18. أي ما شاء الله.
ومهرجان الأخير مهرجان أبو ظبي للشعر مهرجان فخم، والاهتمام فينا الحمد لله رب العالمين معطين حقنا. والجيل القادم من الشباب كيف تراهم؟ الجيل القادم الساحة واللادة الحمد لله، الساحة واللادة جميل ويقتدون والحمد لله رب العالمين. يعني فيه أسامي طالعة جميل. إن شاء الله أنها تغرد في سماء الإبداع إن شاء الله. على طاري برنامج اللي ذكرته، برنامج طبعا الضخم والكبير، احنا نبي نتوقف عند تجربة الإمارات في برامج الشعر اليوم، تشوف ايش كثر ساهمت في خدمة الشعراء عشان يوصلون حق هذه استقلت المواهب فعلا. استقلت المواهب وخلت الشاعر يراجع نفسه في كل مفردة يقولها. جميل، شنو ودك تسمعنا؟ أقول تدري وش اللي يوجع القلب يا أخوك؟ ليش شفت لك محتاج والجيب خالي؟ الله. وتدري من اللي تحشمه حشمة أبوك؟ اللي يحشم أبوك بول وتالي. وتدري وش اللي يزرع بقلبك الشوك؟ طيب إن زرعته العرب ما تبالي. وتدري وش اللي ما له ثبات وصكوك؟ غوث الكلام وقول قلنا وقالي. وتدري من اللي عمرهم ما تناسوك؟ أمك وأبوك لو تدور الليالي. وتدري وش اللي يجعل الرجل مملوك؟ جميل شخص ما رجع منه تالي. أيه سلام. صدقت صح لسانك. صح أبدانكم. اليوم إذا نبي نتكلم عن تعاملاتك مع الفنانين اللي غنوا من كلماتك، ممكن نعرف تفاصيل أكثر؟ والله شوفي يعني تعاملت مع الفنان أيضا من هالي غنى لي أغنية، والفنان فاضل المزروعي غنى لي 3 أغاني تقريبا، والفنان محمد الزعابي غنى لي أغنية. أوجه لهم تحية من منبركم. جميل، وإحنا نمسي عليهم بعد. نمسي عليهم بالخير، وتشرفت بهذا هذه الأعمال للأمانة. يعني شنو كان الأقرب لك صياد بالنسبة حق الكلمات اللي يعني ما شاء الله شاركوا أهم الفنانين غنوا لك، منو كانت أكثر قصيدة اللي هي أقرب لك كشعر؟ والله كلها للأمانة كلها. أنا أشوف يعني اتجاهي وطني واجتماعي أكثر من الوجدانيات. من الوجدانيات؟ أي نعم. بس ما تشوف اليوم الوجدانيات الجمهور وده بالوجدانيات أكثر؟ صحيح، لأنها توصل لكل الشرائح. توصل للشريحة للشرائح كلها، وحتى الاجتماعيات للأمانة تلامس الناس اللي مارين في نفس المواقف هذه. وأنا للأمانة ما يعني ما قد كتبت اجتماعية إلا وأنا مريت في التجربة هذه. فعلى طاري الاجتماعيات والتجارب، معرفة الناس نصيب من الله سبحانه وتعالى. الاحتفاظ فيهم أو تركهم قرار شخصي منك أنت بناء على المواقف والظروف اللي تمر بها معه. صحيح. فقلت في المواقف هذه قلت ألف شكرا للمواقف وألف شكرا للظروف، علمتني في حياتي بالعدو ومن الصديق، كم فعلنا من جميل ما رجيناها معروف وفي مهب الريح روح روحة أوراق حريق من صخى نفس تجمل لو زمنا ما يروف لو يشح ويمتحنا وقتنا ولا يضيق إن عطينا ما نشدنا جيدنا ورث معروف من زمن الأجواد فينا لين حاضرنا الأنيق انت فاخر بالفعايل ما افتخرنا بالحروف طيب نعود مع التقفاح من ماضي عتيق شامخين ومعتلين وما تهاوينا الجروف نجمنا بين الكواكب يلمع ويبرق بريك. الله عليك. صح لسانك. صحة أبدانك. في بعض الشعراء عندهم موهبة شيلة القصيدة يعني، وانت معروف عنك صياد بان تمتلك خلينا نقول نبره في الصوت ومهاره في موضوع الشيله، تخدم كثير الشاعر في الامسيات الجماهيريه. صحيح. تخدم الشله، تخدم وتضيف حتى على الامسيه تضيف نكهه. نعم زين. صح. احنا نبي نضيف نكهه في الاستديو. الله يسعدك. بس شوف حالات الشيلات بالغزلي. يلا نسمع. ليش انا عندي عكس الغزلي؟ اسمع غزلي. ليش عندي عكس الغزلي؟ يلا اللي يجي منك. لا اللي بشوفك ولا ودي تحكيني
يا غير خلني بحالي رحم امواتك لعد تنشد علي ان كنت تغليني وان كنت تكذب بحبك فرصتك جاتك اللي جرى لي من اسبابك يكفيني شتت حالي وانا اللي اجمع اشتاتك كثرت جروحي ولا تقدر تداويني ولا عاد تنفع علاجاتك ووصفاتك يا كم جيت اسعدك وانت تعنيني ويا كم شربت العنا من جوفك اساتك روح وفارق وخذها بينك وبيني اليوم بنحار حشو والعيد فرقاتك سلامتكم الله صح لسانك لا اليوم بنستغلك اكثر بال الله يسعدك بهالقصائد لا لا خلاص شله وحده وخلاص لا بالعكس الشيلات جميله واليوم لها جمهور كبير صياد يعني ما شاء الله نشوف يعني اكثر شيء قاعد نشوف الشيلات وتصير زحمة بين الشعراء منو اللي يكتب أكثر بس أنا اليوم سؤالي يعني ما شاء الله عليك اليوم أنت منشد هل كل قصيدة لازم تغني ولا أنا أكتب على لحن أنا للأمانة الشيلات المسجلة توقفت منها من 6 سنوات أو 5 سنوات سبب والله بدون سبب بدون سبب بس ما تشوف إن عليها إقبال عليها إقبال ما شاء الله الساحة عملية اللي أحسن عني ف أنا شاعر ومرات أضطر أني أشل قصيدتي مثلاً وشليت الشعراء ثانينا بس حلو في مرات يعني جميل أنك أنت تدخل في القصيدة بشلة في الأبيات الأولى وبعدين ترد تكمل القصيدة بشكل هذه في القصائد الطويلة ولكن القصائد القصيرة وأنا العادة القصائدي أغلبيتها قصيرة يعني تقوم لا فالناس تحب القصيدة في بدايتها شلة وبعدين ترد أنت تقول القصيدة وتسردها بأسلوبك فتعطي خلينا نقول طابع جميل صحيح اليوم الديوان المسموع بدأ يندثر يعني ما قمنا نسمع السوشيال ميديا ما شاعر نزل ديوان مسموع مثلا السوشيال ميديا قامت بالغرض يعني قامت بالواجب يعني تنزل سنجل كل حتى القصائد تنزل سنجل خلاص ما تحتاج للديوان المسموع يعني الديوان المكتوب هو اللي يحفظ لك قصائدك يحفظ لك اعمالك يحفظ اما الديوان المسموع ما اعتقد من وجهه نظري انه ما راح ينجح يعني سواء شعريا او حتى الشيلات او غيره وحتى صياد في شعراء سووا كليبات في هذا المجال في قصايد ولا شيلات قصايد وشيلات بعد شيلات مقاطع اللي نشوفها منتشرة أكثر سنجل وحلوة بالعكس اليوم شنو اللي نجح القصيدة من وجهة نظرك وقياسها مصداقيتها وكتابتها مفردات واللي تلامس الجمهور تلامس الكل جميل تلامس الكل يعني مثل الاجتماعيات تلامس الكل صحيح. تلامس اللي هم يحسونها تلامسهم مارين في نفس المواقف مثل ما الغزل يلامس اللي قلبه خضر اللي قلبه خضر بس صياد من شوي ذكرت عن السوشيال ميديا اليوم شلونك مع السوشيال ميديا للأمانة أنا اللي عرف الجمهور عليها هي السوشيال ميديا بس اليوم تشوف بعض الشعراء يعني لهم أسامي كبيرة وفي مقاطع تنتشر لكن في بعض الأحيان وأكيد مر عليك تشوف هو ما هو شاعر لكن يكتب له بيت بيتين وتصير مشاهداته بالملايين اليوم شنو رأيك في هذا من وجهة نظرك مشاهدات مش مقياس مش مقياس لا مش مقياس بس بالعكس اليوم انتشار أنا وأنت والأستاذ يوم شفنا مقاطع نحن ما عجبتنا بس انحسبت مشاهدة بس في مشاهدات بالملايين أيوة أنا شفت وانت يعني قد تكون مشاهدة لكن ليست إعجاب ليست إعجاب فالمشاهدات مش مقياس انا بالنسبه لي في حسابي مثلا في الانستا او السناب يتابعوني 100 صفوه نخبه ولا يتابعوني مليون
من ما يهمهم الشعر او ما يترثونه. أيوة. صحيح. فهذه راح نستمر معك في الحوار صياد الحبابي من الامارات العربيه العزيزه على قلوبنا، لكن بعد الفاصل. مستمرين معكم وضيفنا العزيز الشاعر الاماراتي صياد الحبابي. اليوم صياد قاعد نشوف ان اغلب الشعراء من الخليج قاموا يكتبون القصيده باللهجه البيضاء، البيضاء الخليجيه. صحيح. اللي شاعر ما تدري هذه قصيده اماراتيه من شاعر اماراتي ولا من شاعر سعودي ولا من شاعر كويتي. يمكن كان في السابق اللهجه كانت غالبه على القصائد، لكن قاعد نشوف الان توجه على اللهجة البيضاء. قصدك اللهجة البيضاء العربية؟ العربية. العربية. لأن في شعراء من مصر، في شعراء من الأردن، في شعراء من العراق. لا، اللهجة البيضاء. اللهجة البيضاء اللي تميل إلى الخليجي. أكثر. كلهم يكتبون بهاللون. لا يعني. حتى من السودان يكتبون باللون اللهجة البيضاء اللي هي خليجية تقريبا. بس السودان لما يكتب يبين إنه مو خليجي. لا. والله في بعض القصائد. أيوة كأنه خليجي. أيوة. نحن قبل يومين كان معنا شاعر مصري من سيناء، نفسنا سيناء ترى يمكن إقليمهم يعني يختلف، وشعراء الأردن وشعراء السودان. هذه الأقاليم اللي محيطة ترى نوعا ما ثقافتهم متقاربة. البادية دائما يكتبون باللهجة البيضاء. البادية واحدة أكيد. صحيح. زين، شنو بتسمعنا؟ بسمعكم قصيدة طويلة بس بقراها. يلا بعد اذنكم يعني. خذ راحتك. اسمع. يقول: يا رب اجعلني لك العبد الشكور اللي رضى بقدارك وفضلك غشاه، بناجي وفادي وانا دريبها صبور على هموم الوقت والعمر وبلاه، يبقى على خبري ولو ظرفه يجور، قلب الاسد ما ضره ابدا ما وطاه، لو الليالي من دبور في دبور اركيتها للي رضانا من رضاه، اللي خلقنا فوق ذا الدنيا عبور، الموت بيده والهداية والنجاه، يا كم دفننا غالي وسط القبور، ويا كم تحملنا من الحزن وعناه، نرسم مباسمنا وكنحن في سرور، وهمومنا أثقل من جبال الشراه، وضلوعنا دون الوجع تبنى جسور، على المصاعب دايم نبقى ضراه، الدور يضرب العناء أو ما تدور، متقدمين ولو على جمر نطاه، المرجلة صعبة وكاسبها جسور، ما جاتنا سهلة ولا جتنا عطاه، يا ما استقينا المر ونداري الشعور، لجل المراجل كل مرا يا حلاه، ليل يجي معتم وليل يشع نور، ما بين فرح وترح بنعيش الحياة. الله عليك. الله. صح سانك. اليوم صياد إذا بعدنا بنتكلم، يعني ما شاء الله عليك مسيرتك طويلة وتعشق الشعر، وانت شاعر مخضرم ومميز، أكيد مر عليك مرات في كتاباتك أشعر يعني أصعب قصيدة كتبتها تحس إن فيها صعوبة مو قادر تكملها وترد تحس يعني كل ما تكتب شيء تحس بصعوبة أكثر. في قصايد يعني إن تكتب بيتين، أنا في قصيدة كتبت بيتين وبعد 6 شهور كملتها. أي نعم. عادي. هذا عادي. أي عادي. وفي قصيدة هي غزلية شوي، لكن حاولت إني أجيب فكرة ما حد جابها. اتطورها. لا، اجيب فكره انه ما حد قال الفكره هذه. اي نعم. فكتبتها والحمد لله ضبطت. تقدر تقول لنا؟ اقول: يلي غلاتك كثر عندي ولا شيء، لانك تجاوزت الغلط من غلاتك، قد شفت لك ميت ومغرم لها بحي، هذا انا ميت وعاشق حياتك. الله. بعض الغصون تموت من كثره الري، وانا كثر مسكيك خايف مماتك، لو تطلب عيوني ترى في شفك شوي، ومن قبل ما تطلب شوف الروح جاتك، من زود حبك شمس حبك علي في، ومن زود حبك استبحت أمنياتك، يعني أحبك حب فزاع لدبي، يعني أحبك حب ذاتك لذاتك. سلامتك. صح لسانك. طبعا ذكرنا عن تفاصيل أصعب شيء وشنو اللي طورت، لكن اليوم إذا بسألك صياد، في شيء كتبته وتحسفت عليه على كتابة هذا الشعر؟ الحمد لله. لا. عندك شيء؟ الحمد لله ما تحسفت على أي شيء، الحمد لله رب العالمين. أنا أحس بحسابي واستشير للأمانة. من تستشير أكثر شيء؟ الجميع، شعراء،
وكبار المقربين قبل أنشر القصيدة سمعها الكل الكل، فأخذ بعين الاعتبار الشور اللي الرأي اللي أنا مقتنع فيه مقتنع فيه. الحمد لله رب العالمين، ما قد تحسفت على كتابة قصيدة معينة أو شيء، لا أبدا. شو إن شاء الله أني ما تحسف إن شاء الله. إن شاء الله. شو اللي يستهويك في موضوع القصيدة اللي تسمعها من شعراء آخرين؟ يعني إذا بغيت تسمع قصيدة وين تروح؟ تختار الشاعر ولا تختار نوع القصيدة؟ لا أختار القصيدة. أختار القصيدة. شو القصائد اللي تستهويك إنك تسمعها؟ الاجتماعيات والمواقف. الاجتماعية والمواقف اللي كذا قصيدة أسمعها أقول أتمنى أن القصيدة تمنيت أنها لي، يعني أني سبقت على الفكرة يعني. أي نعم. ولكن قبل شوي ذكرت أن أنا أتأثر بمواقف أنا مر فيها وقت فيها القصيدة. في شعراء يقول لك أنا أكثر قصائدي لمواقف الآخرين، يعني لا والله كأني أنا أحكي لسان حال المجتمع اللي أنا فيه. فاليوم أنت تمثل نفسك أكثر ما تمثل الآخرين. صحيح. أنا أكتب القصائد الاجتماعية في مواقف أنا مريت فيها، فلجل كذا أكتبها بإحساس بصدق. صحيح. وما تدخلك بإحراجات مرات؟ لا. يسألونك ليش؟ أتكلم عن نفسي. ليش تقصد في الشي اللي تقوله؟ أتكلم عن نفسي بعض المواقف أمر فيها. شوف القصيدة الاجتماعية أحياناً يوفي بالغرض أبيات. صح. حتى لو جت طلع معايا بيات أنا أكتفي فيه، خلاص خلاص انتهى. الله عليك. شو تسمعنا صياد؟ مدام تطرقنا للأبيات، في حد يسويها يسميها ومضة وحد يسميها تغريدة، فهي أبيات فعلا. الموقف هذا أنا مريت فيه بدون وصفها وطريقة. صحيح. فيقول من شدني قلت طيب ولو ماني بطيب، خشية العذال من ما جرالي يشمتون، انت حاشا كلمة الرث لو سنهم شي بعزتي للمستحي من بشر ما يستحون، ما نخاف من المنايا ولا منها نتهيب، كثر ما ندرى النفوس العزيزة لا تهون، انت سلف من البعيد لجل نسد به القريب، لجل ستر الوجه عند الذي ما يسترون، جعلنا فيها قوة اللي هقانا ما نخيب، لين صانع نحمل الحمل من فوق المتوب. يلا عليك. صح لسانك. هذه أبيات. صح لسانك. صح لسانك شعب. يمكن ذكرت قبل شوي شخص تقول إنه عزيز علي والإعلامي محمد العنزي. اي نعم. صاحب قنوات مستر بوح. للأمانة الجمهور عرفني من خلال قنواته للأمانة، فأوجه له تحية من يستاهل. هل فعلا اليوم شاعر محتاج إلى دعم شخصيات إعلامية، قنوات إعلامية، جهات محتاج إعلامية؟ والله محتاج. محتاج في الوقت الحالي محتاج. الساحة متشبعة ولكن محتاج، حتى لو هو عنده قيمة شعرية وأدبية عالية هم يحتاج أيضا. يحتاج للأمانة. يحتاج من وجهة نظري الخاصة، لا أحد يأخذها علي، بس للأمانة يحتاج. أكيد الدعم جدا مهم. الدعم جدا مهم. اليوم شاعرنا صياد استمتعنا فيك بهالشعر، ونورت برنامج عسيف، ونورت برنامج يعني نورت الكويت أيضا. اليوم إذا حاب، إحنا وصلنا لهاية فقرة معاك، إذا حاب تختم معنا في هذه الفقرة بشعر مميز من أشعارك. شعر ما انتشر، قصيدة ما نشرت، حصري 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 حق برنامج عسير. يقول وافين يا دنيا وبنموت وافين، مهما الليالي والظروف وتعبتنا، نرقى بهام الشم ونعيش عالين، هاموتنا عالية وبالله ثقتنا، القادر اللي بيده القاسي لين دون صروف الوقت ما قد خذتنا، وإن شانت الأقدار بترد وتزين وتطيعنا غصبا ولو هي عصتنا، بين الضلوع أحيان موته وحطين، من زود ما فينا هموما وطتنا، وجيهنا سمحة وفي سمات هالين، نبسم ولو كان السعادة جفتنا، وقلوبنا ما تحمل الحقد والشين، نطنش الكلمة ولو معجبتنا، نفوسنا فوق الكرامة عناوين، تكرم عن الزلة وهي كرمتها. سلامتك. صح لسانك. شاعر صياد الأحبابي من الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر على وجودك اليوم معنا. استأنسنا الكثير بوجودك وبأشعارك وبهذا الأدب الجميل الإماراتي اللي اليوم مثل ما يقولون صدحت فيه سماء الكويت. أنت بمكانك وبين أهلك وإخوانك. أكيد. ونقول لك موفق إن شاء الله، ونشوفك دائما منها إلى الأعلى يا رب. الله يسعدك. أنا اللي تشرفت
في تواجدي بينكم وفي ظهوري في شاشتكم. الله يسلمك. وشكرا لكم على لباقتكم واسئلتكم الممتعه. الله يطول عمرك. استمتعنا معك والله صياد، وكل الشكر لوجودك معنا، وان شاء الله دائما نشوفك في لقاءات ثانيه باذن الله. باذن الله. الله يسعدك. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم لكن بعد الفاصل، لا تبعدوا.